هذه المباراة بين فريق شباب الوداد وشبيبة تيارت، وهذه فرصة لفريق شبيبة تيارت ضائعة، ثم محاولة أخرى لشباب الوداد، رأسية علي موسى وسطر بقوة يمضي الهدف الثاني، وكان ذلك في الدقيقة 32 من الشوط الأول. الإعادة للهدف الجميل، قبلها كنا شاهدنا جمال هدف أول شباب الوداد بالضبط، والذي امضاه بوطلب بعد ترددين في دفاع، وهذه ركنيه وهدف شبيب تيارت من طرف رقم 12 شادلي قبل نهايه الشوط الاول بسبع دقائق. شادلي وبرأسيه محكمه يقلص النتيجه، ونهايه الشوط الاول بهدفين مقابل هدف واحد. في الشوط الثاني اخطر فرصه كانت هذه لصالح فريق شبيب تيارت، الفريق الزائر، وايت مولود بقوه وديكيماج ببراعة يخرج الكرة إلى ركنية. قصير وعملاق. قصير وعملاق بالضبط. وعلي موسى برأسية وفوق العارضة، بل خرجت إلى ركنية، ثم محاولة أخرى حاول فريق شبيب تيارت الضغط على مرمى ديكيماش، ولكن بدون جدوى، وحدث ذلك في الربع ساعة الأخير لتنتهي المباراة بفوز فريق شباب الوزداد.